بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونواصل في شرح الشابتر 5 Stability of Feedback Control System من مقرر التحكم الآلي، ويحدثكم الدكتور منجي محمد زيدي. نحن هنا في شرح Step 5 من Construction of the Root Locus. Determine the point where root locus cross the imaginary axis. طيب، بعد ما كنا تكلمنا في ستيب 4 و3 و2 و1 على الاسمتوت وعلى الروت لوكس وعلى الانترسكشن اوف ذا اسمتوت وعلى البريك بوينت اللي كانت ماينس 042 الى اخره، الان سنتكلم على تقاطع الروت لوكس، تقاطع الروت لوكس مع الايماجينري اكسس. هنا يعني كيف نحل هذه الستيب، او كيف يعني ناتي بهذه الستيب؟ ننطلق من الكاركترستيك ايكويشن من النظام. بطبيعه الحال لمعرفه هذا الكاركترستيك ايكويشن لابد ان نرجع الى ستيب 4 و 3 و 2 و 1، لانه هذه كل ستيبس يعني مرتبطه ببعضها البعض. وهذه من الكاركترستيك ايكويشن هذا، يعني احط الاس او اعوض الاس بجي دبليو، ويعني احل هذه الكاركترستيك كويشن باعتبار ان الاس ايكوال تو جي دبليو. تصبح ايش يعني بعد بعض الخطوات، يعني تعرفوا انه جي سكوير ايكوال تو ماينس 1، هذا معلوم، يعني كومبلكس ايماجينري كومبلكس، يعني جي سكوير ايكوال تو ماينس 1. تعوض الاس بالجي دبليو وتحل الايكويشن من جديد، ستحصل على هذه الايكويشن، ومنها سأتحصل على يعني two equation: real part equal to zero and imaginary part equal to zero. 2w minus w cube equal to zero and k minus 3w square equal to zero. From the first equation, هذا equation one and هذا equation two. From the first equation, I can get w plus minus root square of two. And after I substitute this value in the second equation, and I can get very easy the value of k. وبالتالي ماذا نقول؟ نقول أن هذا تقاطع الروت لوكس مع الإيماجينري أكسس، يعني في أي قيمة؟ في لما تكون الكي تساوي 6 والدبليو بطبيعة الحال قلنا أني في السلايد الفارت هي تساوي بلاس ماينس روت سكوير اوف 2. هذا دبليو، نفس الشيء هنا الكي ايكوال تو 6 والدبليو تساوي بلاس ماينس روت سكوير اوف 2. لو نريد أن نحوصل الحين يعني كل الخطوات، الخطوة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، نذكر أنه أولا قمنا بتحديد يعني الجذور الثلاثة في الصفر وفي الماينس وان وفي الماينس تو. في الخطوة الثانية كنا تكلمنا على تحديد مسارات أو تحديد المسار الذي هو موجود على الريال أكسس، وقلنا أن هذا هو جزء من المسار وهذا هو الجزء الثاني من المسار. بعدها كنا حددنا يعني الأسمتوت دايركشن، وقلنا أنه عندي أسمتوت دايركشن، أسمتوت دايركشن يعني في اتجاه الباي أوفر 3، وواحد ثاني في اتجاه الماينس باي أوفر 3، وأسمتوت ثالث في اتجاه الباي. بعدها كنا حددنا يعني ملتقى هذه الأسمتوت، وقلنا أنها تتلاقى كلها في النقطة ماينس 1. بعدها الروت لوكس الحقيقي يعني ينطلق أو يغادر الريال اكسس في على مستوى النقطة ماينس 0 2 ماينس 0 سوري ماينس 0.42، يعني من هذه النقطة. وبالتالي when k equal to 0 أنا موجود هنا في هذه الثلاثة روتس أو هذه الثلاثة جذور. إذا الكي تغير تحرك، فهذا الجذر سيتحرك من ماينس 2 إلى ماينس انفينيتي، وأما هذين الجذرين فسيتحركان كالآتي: سيقتربا أولا من بعضهما البعض، ولما يلتقيا في النقطة ماينس 0.42 واحد يعني اتجه في اتجاه الباي أوفر 3، وواحد ثاني سيتجه في اتجاه الماينس باي أوفر 3. هذا المسار أو هذا الروت لوكس سيتقاطع مع الإيماجينري أكسس في النقطة K لما K تساوي 6 والW تساوي بلاس ماينس روت سكوير أوف 2، وهنا الK تساوي 6 والW تساوي بلاس ماينس روت سكوير أوف 2.
هنا الكي تساوي 6، الكي تساوي 6، كنا توصلنا إلى هذه النتيجة لما شرحنا ولما استعملنا طريقة الروت لوكس. وبالتالي يمكنكم الرجوع إلى تسجيلات مقاطع الروت لوكس، وستلاحظون أنه نفس النظام كنا يعني كنا تكلمنا عليه، أنه الستابيليتي ستتغير في قيمة الكي تساوي 6 إذا الكي في الروت لوكس. نذكر أنه قلنا أنه إذا الكي محصور بين الصفر والستة السيستم is stable، وإذا الكي وصل 6 أو ما فوق 6 يصبح السيستم unstable. وهذا ما نراه هنا في هذا الشكل أو في هذا الرسم، يعني لما الكي أقل من 6 الجذور موجودة كلها على يمين أو على يسار سوري، وبالتالي the system is stable. And if k it become more bigger more than 6 يعني هناك جذرين سيتحولان إلى the left or the right hand side، وبالتالي النظام سيصبح يعني غير مستقر. هنا نأتي على نهاية الشابتر 5 وهو The Stability of Feedback Control System، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق وشكرا. Thank you.